مشاكل الشهر العقاري كتير على فكرة. يمكن احنا بنشتكي لما بنروح نوثق اي حاجة، فكرة، شركة، عندنا اي مشوار يعني في الشهر العقاري، واحنا مش قادرين نحدد ايه السبب اللي بيخلي الموظف ممكن يعاملنا بطريقة احنا رفضناها قبل كده، او يسيبنا في وسط الشغل، اي حاجة من الحاجات اللي بنتكلم دايما عليها وبنكتبها احيانا كتير بوستات لو زورنا الشهر العقاري لاي سبب ما. المشاكل دي بتنعكس على الناس اللي بتشتغل، ممكن تبقى خاصة بالأبنية، بمكاتب التوثيق، بتطويرها، بضرورة الأخذ في الاعتبار إنها بقت أبنية قديمة وأماكن قديمة. في زيارتي مرة للشهر العقاري، لما انتظرت فترة الراحة للموظفين، انتظرت في الخارج، هو بيبقى دور كده في بناية ومستنية بره المكان ده في العمارة دي اللي مخصص لمكتب الشهر العقاري. ممكن الحاجات دي كلها مع إقبال المواطنين كتير، مع الازدحام، هو اللي يكون أحد هذه الأسباب اللي بلا شك ممكن إنها تنعكس على الأجواء والحالة العامة. كل ده دلوقتي موجود في أجندة العمل لبحث مشاكل الشهر العقاري وهذا القطاع المهم، وحالة التردي الموجودة في مكاتب كتيرة، لأنه واحدة من القطاعات الهامة جدا، لأنها بتقدم خدمات كتيرة جدا للمواطنين ومحدش فينا يقدر يستغنى عنها. برحب بضيوفي في الاستوديو، هناخد منهم بقى معلومات وتفاصيل اكتر. برحب بالاستاذ ضيف الله النجار، رئيس نادي الشهر العقاري. اهلا بحضرتك يا فندم. واستاذ اشرف فليفل، عضو مجلس اداره نادي الشهر العقاري والمتحدث باسم النادي. اهلا بحضرتك يا استاذ اشرف. ابدا مع حضرتك كرئيس نادي الشهر العقاري بالمشاكل إذا ما تم حصرها. هو طبعا إذا هنبدأ بالمشاكل فهذا مستحيل يتم حصرها. أهمها لازم يرجعنا على طول لتاريخ نشأة الشهر العقاري. ده نشأ إزاي وليه أساسا؟ أيوة. في الأربعينات لما الدولة قررت أنها تنشئ كيان مستقل يقوم على التسجيل والتوثيق للملكيات المصرية، كان الهدف الأسمى أنها تحافظ بأي شكل من الأشكال على حقوق الناس. يعني هو مش مرفق بيقدم سلعة، مش مرفق بيقدم مجرد خدمة أو سلعة ممكن حد يستغنى عنها في لحظة مثلا. ده متعلق بسير العدالة، متعلق بالاستثمار، متعلق بالاقتصاد. في الأربعينات لما ده حصل الشهر العقاري اتنشأ علشان يتكون بعد كده هيئة مستقلة مش على وضعه الحالي. طيب ليه هو وصل للحالة من التردي الموجودة دلوقتي؟ لأن السياسات كلها متعارضة، متناقضة، مش مفهوم أصلا سياسة محددة. هل السياسة المحددة هو إن إحنا عايزين فعلا 100% من السوق العقاري في مصر يتسجل؟ هل السياسة نفسها بتقول إن إحنا عايزين ندخل العقارات دي كثروة اقتصادية للدولة؟ هو ده الكلام اللي المفروض إن إحنا هنطرحه يعني بشكل في تسلسل شوية عشان الفكرة توصل حتى للمشاهدين. شهر عقاري فيه حاجتين، في تسجيل، يعني تسجيل عقاري وتوثيق. التسجيل العقاري ده بيقوم على نظام الشهر ونظام السجل العيني والتوثيق اللي هي مكاتب التوثيق اللي كل الناس طبعا بتروحها. المشكلة الكبيرة دلوقتي هو انه ملوش اب شرعي. بمعنى كل جهة في مصر اما انها تكون تبع الوزارة او تبع لرئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء. الشهر العقاري يتبع او يلحق بوزارة العدل. في حقيقة الحال ان الموجود دلوقتي او الوضع الحالي ان وزارة العدل فيها ثلاث قطاعات زي الشهر العقاري، الخبرة، الطب الشرعي. الثلاث قطاعات بيعانوا تقريبا من نفس المشاكل. المشاكل اللي هي قلة العمالة، المشاكل اللي هي ان المقرات من الاربعينات، المشاكل اللي هي التشريعات من الاربعينات. مش ممكن سنة 2018 انا هدير مرفق عام بتشريع اتنشأ سنة 46. طب انا مستني ايه؟ مستني نجاح من ورا الموضوع؟ اعتقد انه صعب جدا. طب احنا لما نيجي ندور على المشكله برضو اكتر، طب ايه المشكله ان احنا نعمل تشريع؟ ده اسهل حاجه في الدنيا ان احنا خلال 24 ساعه نطلع تشريع. ده موضوع سهل جدا. طب في رغبه لحد ان هو يطلع تشريع؟ طب عايز يقول في التشريع؟ هي دي بقى المشكله الحقيقيه، ان كل حد له عقليه لوحده. العقليه لوحده دي بتخليه اما يعمل تشريع على مقاس حاجه معينه، يعني قضية معينة مرت عليه. يعني مثلا حضرتك روحتي واجهتي مشكلة في التسجيل بتاعك، فحصرت المشكلة في التسجيل بتاعك، فعايزة تخرجي تشريع وفقا لقضيتك الواحدة. للقضية بتاعتي. القضية بتاعتي. بس هقول لحضرتك حاجة، هو ممكن يكون القضية دي بيشترك فيها أكتر من شخص، يعني أعداد.
وارد، بس القانون وضع عشان يكون قاعدة عامة مجردة مش على قد شخص محدد. صحيح. الأهم من ده كله، هل احنا معترفين الأول ان القطاع ده مهم اقتصاديا وقانونيا ولا مش معترفين؟ في حد اكيد مش معترف الاعتراف ده، يعني في شخص ما او جهة ما مش معترفة بأهمية هذا الكيان. لو هو مهم طب انا سايبه ليه في حالة التردي، برغم ان في محاولات قوية جدا لتطويره او في رغبة جدا قوية جدا موجودة لتطويره، بس انا بطور حاجة زي بيت من دورين بالطوب الني، فانا قررت اصرف عليه 100 مليون جنيه بس هو طوب ني، يعني انا باول بصرف ليه؟ هو ده السؤال، انا بصرف ليه؟ ازاي انا بصرف على تشريعات انتهت؟ ازاي انا بصرف على مقرات ما بقتش تنفع؟ انا النهارده علشان خاطر اعمله لازم ابتدي اقول ستوب، انا سنه 2018 هعمل تشريع سنه 2018 يتناسب مع سنه 2018 واحتياجات الناس سنه واعداد الناس سنه 2018 والتكنولوجي المتطور سنه 2018. يعني مش ممكن طول الوقت هاخد قطعه من الماضي وقطعه من المستقبل، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. لذلك احنا مثلا لما نيجي نطرح تطوير لازم نمشي بخطوط متوازيه، نجيب التطوير التكنولوجي معاه تطوير تشريعي معاه تطوير في الفكر. ما هو مش ممكن لحد النهارده، يعني انا عايز اقول كلمه صغيره زي تجربه حضرتك الاليمه، انا داخل مش اليمه قوي بس قوي. علشان يعني مش هي اليمه متجنيه عليهم، لا ما احنا ما قلناش اليمه فين، بس من ضمن الملاحظات انه في ازدحام، الازدحام ده بينعكس على الموظفين، الازدحام ده ممكن يبقى احد الاسباب اللي بتسبب مشاكل يا استاذ اشرف، يعني لما يبقى الوقت محدد لانهاء العمل والاقبال بيتزايد ده اكيد هنا محتاج وقفه، محتاج تغير. تمام. هو حضرتك بدايه الصوره الذهنيه السلبيه للمواطن بالنسبه لمقرات الشارع العقاري، اي مواطن بيبقى في مخيلته ان هو داخل شقه في دور ارضي او بدروم في عماره قديمه او دور اول، ما هو دور ارضي او بدروم تحت الارض، شقه ضيقه، اوضه ضيقه، تهويه ضعيفه، اضاءه ضعيفه، بيدخل بيلاقي موثق قاعد على مكتب او مش قادر، مش قادر يبص له، مكتب متهالك طبعا، مكتب متهالك وكرسي متهالك، قدامه دفتر متر ونص، الدفتر ده شغال من سنه 46 او 1918 تحديدا من بدايه الشارع العقاري، ما اتطورتش لحد النهارده. المواطنين مكتظين في المكان، بس احنا عندنا تقريبا نسبه من المكاتب كم مكانتها 140 مكتب من 43 تقريبا من 300 كام و90 تقريبا، يعني 40% تقريبا. التطوير يا استاذ كويسه، ما هو المواطن اللي يحكم مش احنا، احنا مش راضيين عن اداء الشارع العقاري، يعني هم دلوقتي 40%، لا ما يكملوش 40%، ما يكملوش، لا لا ده 30% تقريبا، 25 30 حاجه زي كده. يعني هو بالنسبه للمواطن هو اللي بيلمس اذا كان فيه تطوير ولا مفيش تطوير، مواطن بيعاني واحنا بنعاني. موثقين الشارع العقاري اللي هم المنوط بهم حمايه الملكيه في مصر، الناس ديت في صراع مرير ما بين حاجتين، ما بين ارضاء الضمير وراحه المواطن، انا لو ريحت المواطن هيرتاح ضميري، وما بين الخطا الاداري او المساءله الاداريه في حاله وجود خطا. انا ما اقدرش اريح المواطن والاقي نفسي في السجن الصبح، انا بعاني، المواطن صعبان عليه. حضرتك يعني بتبصي لان كلمه، يعني المواطن طالب خدمه كويسة، حضرتك بتطلبي خدمه، ايه اللي هيوصل الامور انه الموظف يتسجن؟ بص يا فندم، احنا بنشتغل بكام قانون؟ ما لا يقل عن 145 قانون. حضرتك متخيله ان موثق قاعد في الاماكن اللي احنا بنتكلم عنها اللي الناس كلها شافتها ديت بيشتغل ب 145 قانون على الاقل، بالاضافه انه بيصدر قرار فوري في اي موضوع بيطرح امامه. عايز يقابل الراجل مقابله كويسه، يقعده على كرسي كويس، يكتب له بخط كويس، ينهي له مهمته بالوضع اللائق. انا ضحيه، انا كموثق ضحيه والمواطن ضحيه. احنا ما ينفعش ان احنا نشتغل النهارده واحنا في 2018 بقانون سنه 1946 اللي كانت مصر موجود فيها حوالي 80 90 عربيه، النهارده بنتكلم ان احنا عندنا اعتقد 100 مليون عربيه، بالاضافه ل 100 مليون توك توك، بالاضافه ل 100 مليون مركبه وطياره والى اخره. طبعا هو المكاتب الجديده موجوده في الانديه تقريبا معظمها، لا مكاتب حضرتك المكاتب الجديده بتتوجد في اي مكان، بمعنى ايه؟ يعني اي حد يقدر يدخل اي مكتب جديد في اي مكان، بياخد يقدم طلب وهو شطرته يقدر يدخل المكتب ده ولا لا.
طب مكاتب الانديه تحديدا؟ مكاتب الانديه مش جديده، ما ممكن تكون مكاتب انديه قديمه برضو، بس هي القضيه بس هي جديدة. صعب الدخول ليها مش اي يا فندم، في بعض الاماكن مستحيل الدخول ليها، مش صعب. يعني حضرتك لو انت رايحه الخارجيه مثلا او رايحه مكتب في اي جهه سياديه من المكاتب الموجوده وحبيتي تاخدي صوره طالعه لك، هتطلعي صوره ازاي بسهوله يعني؟ ولا المواطن العادي؟ بس النوادي فيها قطاع عريض برضو من المواطنين. طيب انا عايز برضو اوضح ده ايه المقصود بيه. هو اقل نادي تقريبا، لا ما انا مش بوضح ان هو في قطاع عريض ولا لا، ممكن ما يكونش في قطاع عريض، ممكن يكون اصلا النادي الموجود يستاهل او يستحق ان يتوجد في مكتب. هو احنا بنعمل احصائيات ليه عموما؟ يعني فن الاحصائيات في الحياه ليه؟ الاحصائيات دي دورها انها بتوجهنا لاتخاذ القرار. يعني حضرتك لما نقول مثلا نادي وليكن يعني نادي القاهره الجديده، ده مكتب يعني مضغوط جدا، شغله كتير جدا، عدد الاعضاء اللي فيه قليل جدا. طب في نادي تاني صغير عدده صغير بس الجهاز الاداري اللي هنا ممكن يكون مساوي للجهاز الاداري اللي هنا. طب ازاي المفروض ان فن الاحصائيات ده موجود علشان يوجهنا لايه؟ للكلام المظبوط. انا بس كمان في حته ممكن توضح ده اكتر. النهارده لو عندي شركه طيران عندها رحله طيران من امريكا لليابان مثلا، لو الرحله مش مجديه اقتصاديا بتعمل ايه؟ بتلغيها. يعني لو الرحله دي مش مجديه اقتصاديا، طب المطلوب مننا بما ان حضرتك اذا انا عندي مكتب، بنتكلم على مكاتب، اذا انا عندي مكتب مش مجدي اقتصاديا انا فاتحه ليه؟ انا فاتح مكاتب في القرى والنجوع ليه؟ علشان تستهلك اموال و و و و و وتعمل يعني اهميه تطوير الشهر العقاري لتحسين المستوى الاقتصادي ايضا. تحسين المستوى، بص يا فندم، الاستثمار كله في العالم قايم على فكره الاستثمار العقاري الاول ثم اي استثمار تاني، لانه في زياده للايرادات، مش ايرادات عاديه. اذا انا النهارده عندي 97% من العقارات في مصر مش مسجله، يبقى انا يبقى انا عندي اقتصاد عقاري فين؟ انا ما عنديش اقتصاد عقاري اصلا. احنا بنعمل ان في اقتصاد عقاري لكن هو مش موجود. بس في حل، احنا اتمنى ان النهارده ما يكونش مشكلتنا كلها ان احنا نطرح مشاكل او ان احنا نطرح، بس احنا في مشاكل وفي حلول وفي معاناه طبعا احنا لازم نقولها. يعني احنا انا جاي لحضرتك مئات الرسائل اللي واصله لحضرتك من خلالنا من الاعضاء والعضوات على وجه التحديد، اللي معاناتهم مثلا سبقت كل الحدود. الناس خلاص وصلت لمرحله ان لو هيئه الصرف الصحي فتحت تعيين، اللي معاهم ماجستير ودكتوراه دول هيسيبوهم ويروحوا هناك حتى لو اقل في المرتب مبدئيا. يعني وصلوا لحاله نفسيه مترديه اللي بيها الناس مستعده انها تروح اي مكان في الدنيا الا انه يقعد في القطاع ده. ده سؤال مهم جدا. اذا كان هو مش حابب شغله وهي مش حابه شغلها، مش قادر يقعد فيه، مش قادر يواصل، انهم حولوا الاستثناء لاصل. يعني اذا انا كل يوم كلفت نفس الشخص باستثناءات باستثناءات الا ان وصلت هذه الاستثناءات انها بقت ايه؟ اصل. فبقت انت مطالب بكذا وكذا 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 الى اخره من واحد لعشرة، وهو بشر مش هيقدر حاجه من الاثنين هيعملها. اما ان هينحرف زي بقيت، هينحرف ازاي؟ هينحرف طبعا. ما هو لما حضرتك تصعبي لما حضرتك تصعبي الحصول على الخدمه هيحصل فساد. بس دي مش قاعده، يعني في ملايين الموظفين في الدوله، ما هو ده الخلاف، بيشتغلوا في اماكن برضو اجواءها صعبه. لا يعني ده مش مبرر. بصي، ثقه المسؤولين في موظف الشهر العقاري اللي هو يعتبر عمود العمل في عمود الفقر للمصلحه، المصلحه القانونيه في الاساس، عددنا بالمناسبه لا يتجاوز ال 3000 عضو على مستوى الجمهوريه. بيشتغلوا في ال 400 مكتب تقريبا، بالاضافه لمأموريات الشهر، بالاضافه لادارات المصلحه والمكاتب الرئيسيه. طبعا عدد ضعيف جدا، ومش عايزين نقول، يعني مش هبالغ لو قلت ان احنا محتاجين اضعاف العدد ده. المطلوب من الناس ديت انها تشتغل، كل عضو النهارده بقى مطلوب منه يشتغل مكان 5 أو 6. طبعا دي ثقه كويسه، يعني كون ان المسؤول يثق فيا ان انا مطلوب مني منوط بيا ان انا اعمل دور 5 موظفين، فدي حاجه كويسه. ولكن انا في النهايه بشر، انا بتعامل مع مواطن داخل عايز يقضي مصلحته ويمشي، ما بيبصش ايه اللي هو طالبه ده صح قانونا ولا لا. انا مطلوب مني بدخول ورق افحصه في ظرف 3 دقائق، اقول لك انت كلامك مظبوط ولا مش مظبوط. تمام. القرار اللي بيطلع في دقيقه ده انا ممكن احاسب عليه بعد كده، ممكن انسى امضيك على ورق من كتر الزحام. انا ممكن ملكك كله يتباع بسبب كلمه يتكتب في توكيل، الملك كله يضيع.
لو انا ما وصلتلكيش صوره خطوره التوكيل. لا هقول لحضرتك حاجه معلش يا اساتذه، هو الموظفين في قطاعات كتيره كمان مش بس الشهر العقاري عندهم ضغوط في الشغل. بص يا فندم انا هقول لك على حاجه، ضغوط كتيره جدا اكتر حاجه الانسان يعني بيجري مش فيها. سبب انه هقول لك بس اوصل لك الصوره، حضرتك كده بتتكلم عن مشكله ان هو ممكن ما يمشيش بقى الشغل، ما هو قاعد قلقان وخايف. احنا بنعمل شغل كتير حضرتك، بتدخلي مكاتب بتشوف الضغوط عامله ازاي. احنا بنتكلم في كل الناس بتعمل شغل كتير. اكتر ما يعني ايه اهم حاجه في حياه الانسان في العصر الحالي يعني في الوقت اللي احنا فيه؟ ثروته وماله وحياته وصحته والكلام ده. كل الاموال مرتبطه بالشهر العقاري، اذا كنت عامل توكيل بيع عربيه، توكيل بيع ارض، توثيق عقد، ده ايه مشكلته؟ دي خطوره، ده القرار بيطلع في ثانيه. حضرتك لو في غلط انا اللي هتحاسب. حساسيه الموقف دي في الشهر العقاري موجوده كتير. برضو في اعمال كتير. ليه؟ لان احنا عندنا الفتره اللي في فاتت في المحاسب، في الشخص اللي في البنك اللي في ايده برضو فلوس قد كده، في اللي بيرصد درجات الثانويه العامه على فكره وبيتقدم بقى تظلمات خلال السنوات الاخيره، في اللي بيشتغلوا في مجال القطارات يعني دكتور بينهم ارواح. بقول لك ان زمايلنا بدات خلاص تفكر في انها اولا في عدد كبير قدم استقالات، في عدد كبير قدم اجازات. لا احنا نعمل تجربه عمليه يا دكتور اشرف، احنا نعلن عن وظيفه واحده في مثلا في شبكه سي بي سي، وظيفه واحده ايا كانت المؤهل اللي هي طالباها، وحضرتك شوفي الاعداد الرهيبه اللي هتتقدم من هناك بطلب نقل. حتى لو اقل في ايه بقى المشكله ان الناس تتقدم لا لا لا, لا. انا بتكلم عن القطاع اللي عايز يسيب شغله باي شكل. ليه؟ لا في ناس كتير على فكره تتمنى انها تعمل في مكان عشان لسه ما يعرفوش، بس ما يعرفوش اللي ماشي. ما انا عايز اقول لحضرتك ان المشاكل دي في كل المهن. احنا يوميا بنطلب في النيابات، بنسيب شغلنا ونروح عشان نسأل في قضايا. واحد عمل توكيل ويجي في النهاية يقول لك انا ما عملتوش. ايه يا عم؟ يقول لك اصل انا ما كنتش عارف انا بعمل ايه، نضحك عليا. تزوير. ندخل بقى في طب شرعي وندخل في مواضيع، لان احنا نفسنا دخلنا في موقف المتهم بعد ما كنت شاهد، الاقي حبس، الاقي فصل من الوظيفه. لا يبقى الوظيفه ما لهاش. طيب انا عندي معلومه ان في سنه 2016 وزاره العدل اعلنت عن وظيفه 200,000 عفوا 1,200 وظيفه تقدم لها 600,000. تمام، الشعب المصري كله عايز يشتغل موظف، الناس بتبحث عن وظيفه. حضرتك عايز استاذ ريهام، ايه المشكله ان هو يعني على فكره هم عندهم امتيازات في الشهر العقاري، ايه المشكله انه الناس دي كلها عايز تتقدم للعمل في مكاتب الشهر انا بس عايز اوضح حته صغيره عشان في خلطه حصل دلوقتي صغير خالص. هو احنا ما بنقولش، انا اسف جدا، الوظيفه في الشهر العقاري محترمه جدا، والعضو او الموظف وكل المؤهلات العليا في الشهر العقاري ناس محترمه جدا وشايفين شغلهم كويس جدا. واي حد فعلا يتمنى انه يكون يشتغل لانه بيتعلم، بيخرج منه بيتعلم يعني. في حته ناقصه بس اللي انا عايز اوضحها، اسمحي لي. شغالين في مكان لا صعب لا جدا، اسمحي لي بس اسمحي لي، في حته ناقصه بس بسرعة. لا في حته ناقصه بس، احنا ليه بدانا الموضوع من سنه 46 لحد النهارده؟ لما دكتور اشرف حتى كان تفضل مشكورا، قال لحضرتك ان هو بيشتغل بكام فوق ال 100 قانون من سنه 46. طب المطلوب منه النهارده ان هو يواجه حضرتك بقانون هو نفسه مش مقتنع بيه، ومطلوب منه انه يقنعك بيه، ومطلوب منه انه لما يغلط حضرتك هتحاسبيه كمان فيه. فهو بيقول لك انا اصبحت ضحيه، هو بيتكلم بيقول انا اصبحت ضحيه. هو ضحيه ايه؟ ضحيه انك لما حضرتك قررت الطوارئ، لما جيت قررت ما خدتيش الامور كلها بشكل متوازي، انت خدت حاجه واحده بس، انا هطور لك المبنى حتى النسبه مش مهمه، حتى لو نسبه 25% ده هايله جدا ان احنا نطور 25%، ده حاجه لطيفه جدا. طب انا مثلا ممكن من الناس اللي بيتبسطوا جدا لما يلاقوا ان في دوله مهتمه بالشهر العقاري وانها عايزه تعمل له ميكانه زي حضرتك تدخلي اي جهه شركه اتصالات كبيره. أيوه. تحجزي رقم وتعملي نفس الاجراءات يعني اللي بتحصل مثلا في شركه الاتصالات. هايل جدا. هل حضرتك بتعمليه بنفس القانون ولا غيرت القانون؟ هو نفس القانون بتاع الاربعينات. طب هل حضرتك لما عملت ده عندك حد فعلا يقوم بيه؟ عندك موظفين يقوموا بيه؟ ما عندكيش. طب ايه اللي هيحصل؟ ان المسؤول هيطلع عينيه، المسؤول سواء بقى مساعد وزير العدل للشهر العقاري طلعان عينيه، عمال في كل مكان يجريش، في كل مكان بيحاول يطور ويحاول يعمل، بس هيلاحق عيني له ناس، مفيش ميزانيه، كلم وزير الماليه. المفروض ان المشكله دي الناس كلها تتجمع في جلسه واحده علشان تتحل، الناس دي كلها لازم تحلها. طيب معانا دلوقتي للمساهمه في الحوار الاستاذ وليد يوسف، رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري. برحب بحضرتك يا استاذ وليد. مساء الخير يا استاذ ريهام، حضرتك. حجم التطوير في قطاع الشهر العقاري يا فندم قد ايه؟ حجم التطوير حاليا احنا نقدر نقول من ناحيه الحكومات، يعني من ناحيه الحكومه من ناحيه التنفيذيه، ومن ناحيه البرلمان من ناحيه ثانيه. من ناحيه وزاره العدل فعلا ما نقدرش ننكر ان دور الوزاره في الفتره الاخرانيه دي تم ميكانه بعض المكاتب، لكن طبعا لسه معظم المكاتب ما تمش ميكانتها، حتى المكاتب اللي تم ميكانتها برضه فيها بعض المشاكل البسيطه.
ومن ناحية البرلمان في مجموعة حزمة تشريعات أدخلتها الحكومة لتعديل بعض القوانين السارية حاليا في الشارع العقاري، بس برضو نقدر نقول برضو ما عالجتش حوالي يعني في حدود 10% من المشاكل. لسه برضو المواطن المصري والمستثمر ما حسش برضو بحجم التطوير اللي المفروض يكون على الشهر العقاري أو اللي يساعده يخليه راضي. لا طبعا كلنا احنا حتى كأعضاء وموظفين أو مواطن لسنا كلنا برضو بنعاني فيه، برضو الزحام والتوابير، برضو مشاكل التزوير، حاجات كتير لسه برضو مشاكل، مشاكل الشارع العقاري المعتاده برضو لسه بيعاني منها الجميع، الدوله والمواطن والمستثمر ما زالت برضو قائمه. في اتجاه في الدوله والحكومه بتسعى وحاسه بالمشكله، ان في مشكله فعلا في الشارع العقاري، مشكله خطيره جدا. وللعلم مشاكل الشارع العقاري او التسجيل العقاري في مصر ده من سنه 1902 في مشكله في استقرار الملكيه في مصر، يعني الموضوع فيه اهتمام من ليه جذور قديمه جدا. لكن النهارده في 2018 مع البرلمان حاليا في اتجاه حميد من الدوله لعلاج بعض المشاكل، لكن مش دي كل المشاكل، لا مشاكل كتيره جدا جدا جدا. والسبب الرئيسي للمشاكل دي او المشاكل الشارع العقاري بتنحصر في نقطه واحده يمكن تكون غايبه عن الجميع. اتفضل. ونقطه انا نسيت احيي الساده الزملاء الحاضرين وحضرتك، وكل عام وانتم طيبين بنسبه السنه الجديده ان شاء الله. حياتي للزملاء الحاضرين، ربنا يوفقكم يا رب. ان السبب الرئيسي لمشاكل الشارع العقاري بتنحصر في نقطه هامه، ان الدوله من ناحيه والمواطنين من ناحيه بيبصوا للشارع العقاري او بيتعاملوا مع الشارع العقاري كجهه حكوميه على اساس ان المواطن من ناحيه المواطن عايز يخش ياخد شعار الجمهوريه الختم ويخرج، وبالنسبه للدوله رسوم. مش ده دور الشارع العقاري، دور الشارع العقاري مش ختم بس او ان هو المواطن يخش بورقه عرفيه يصبغها بالصبغه الرسميه يختمها ويخرج، لا الشارع العقاري ليه اهميه اكبر من كده بكتير. والدوله لو بدات تبص او تنظر للشهر العقاري للاهداف الحقيقيه اللي منشات من اجلها المصلحه زيها زي بقيه زي ما موجود في كل دول العالم، صدقيني النظره هتختلف والاهتمام هيبقى فيه تركيز اكتر. ايه اخبار التعديلات يا فندم على السجل العيني؟ التعديلات هو الفتره الاخرانيه دي البرلمان شهد ثلاث مشاريع قوانين. أيوة. المشروع الاول اللي تم التصديق عليه وخرج للنور اللي هو الخاص بالمدن العمرانيه الجديده. تمام. وفي مشروعين حاليا موجودين في البرلمان، مشروع خاص بتعديل قانون الرسوم، ومشروع تاني ثالث اخر خاص ببعض التعديلات في قانون السجل العيني اللي هو صدر سنه 64. وده برضه باكد وبكرر كلامي للمره الثانيه، برضه الثلاث مشاريع اللي الحكومه دخلتها البرلمان برضه ما تكفيش او يعني مش هتلبي الحاجه للتطوير الشامل لمصلحه الشارع العقاري. المصلحه محتاجه اعاده هيكله اداريه وفنيه كامله، مش محتاجه تعديلات طفيفه في بعض المواد اللي مثلا اثارت مشكله زي ما الدكتور بس كان اتكلم في بدايه كلامه، ان بقى بعض المشكلات البسيطه تم علاجها بتعديلات تشريعيه طفيفه ومحدوده. التعديلات اللي ادخلتها الحكومه تعديلات صغيره، محتاجه الموضوع محتاج اهتمام وتركيز اكتر. الموضوع باختصار ان الشارع العقاري بيحتضر، الشارع العقاري محتاج اعاده هيكله كامله. الشارع العقاري قانون المنظم ليه من سنه 46، وسنه 46 اصلا القانون ده اصلا كان امتداد لقانون ثاني سنة 1923. القوانين دلوقتي الحالية دي اللي هي بتنظم الشهر العقاري والقوانين الملحقة والمتفرعة عنه ما تكفيش أو تلبي الحاجة اللي تساير اللي بيصير في المجتمع دلوقتي من التطور، وده واتجاه الدولة لدعم الاستثمار وتوفير بيئة الاستثمار المناسبة والجذبة للاستثمار. الموضوع محتاج اهتمام أكتر. أيوه فعلا الحكومة بتسعى وفي بتسعى تطور تحدود إمكانياتها، لكن الموضوع واضح ان مش كافي السعي ده. لا مش كافي جدا، لا انا ما يعالجش 10% من المشاكل، مشاكل اكبر من كده بكتير. الدوله انا عايز نفسي حد يعني اتمنى البرنامج، يعني انا عارف ان البرنامج ما شاء الله ذو صيت كبير جدا ومؤثر جدا في الراي العام والمسؤولين، وربنا يوفقكم يا رب. عايزين ننظر للشارع العقاري باهدافه الحقيقيه، اهدافه اللي نص عليها الدستور، اهدافه اللي احنا درسناها في كليه الحقوق في القانون المدني. أنا بدعو أساتذة القانون المدني لازم يشاركوا معانا، بدعو كل برلماني وكل حقوقي وكل خريج حقوق في مصر لازم الشهر العقاري ده ننظر ليه نظرة تحقيق الأهداف الأساسية اللي أنشئ من أجلها. شكرا جزيلا أستاذ وليد يوسف رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري، شكرا على وجود حضرتك معانا والإشارة لمشكلات الشهر العقاري. فاصل قصير، بعد الفاصل نلتقي لاستكمال هذا الحوار الخاص بقطاع الشهر العقاري، خليكم معانا.